الفنون. أنا كنت قاعد أسمع، والله بكلم جد، كنت قاعد أسمع حب في الزنزانة، وبعدين وأنا عمال بسمع المزيكا والله العظيم أنا بقيت مخضوض. حاجات كتير، بص كل اللي أقدر أقوله لك إنه مثلا جايزة الدولة التقديرية في الفنون ذهبت لرجل مش بس عمل تطوير في الموسيقى المصرية، ده كمان ساهم في اكتشاف، جنب الاكتشاف وإبراز أهم الأصوات اللي في مصر وفي العالم العربي. راجل خلى المزيكا تتكلم وترد على نفسها، الموسيقار الكبير هاني شنودة الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون. يا أهلا 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 وألف مليون مبروك يا أستاذ هاني. أستاذ هاني، أستاذ هاني، طيب سمع. على كل سامعني الحمد لله، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. الشبكة كويسة وسامعني حلو؟ حلو، شبكة كويسة. هي غالبا الشبكة مش قد كده يا أستاذ هاني، لو سمحت لي أنا هخلي زمايلي يعيدوا الاتصال مرة تانية علشان تبقى الشبكة أكثر وضوحا، وهستأذنك برضو يا أستاذ هاني يعني قدر الإمكان شباك ولا بلكونة علشان تبقى الشبكة في التمام جدا ونقدر نستمتع بالحديث مع حضرتك. شكرا لك يا أستاذ هاني، هنعود الاتصال فعلا. زي ما بقول لك كده، أنت عارف أستاذ هاني دايما لما يجي يتكلم أو يشرح الموسيقى بتاعته فدايما بيبقى قدامه الأورج بتاعه، وبعدين يجيب لك المقطوعة الموسيقية مثلا، هو يعمل لك مثلا ترارارا، بص، وبعدين ترد عليها، ترد تقول لها إيه ترارارارارارا. أستاذ هاني شنودة هذا الموسيقار شديد الأهمية بل والبديع جدا، واللي فعلا مخلي الموسيقى تتكلم، مدرسة مختلفة بالكلية عن كل مدارس الموسيقى في مصر. معانا مرة تانية الموسيقار الكبير الرائع أستاذ هاني شنودة. ازيك يا فندم؟ يا صباح الفل، يا مساء السكر والحلاوة والسعادة يا أستاذ هاني. يا أهلا وسهلا، ألف مليون مبروك على جائزة الدولة التقديرية في الفنون من مصر. والله يعني أنا بيني وبينك مش سعيد، يعني مفيش كلمة عربي تنفع ولا كلمة أجنبي تنفع إن أنا أوصف سعادتي بهذه الجائزة. ليه؟ أقول لحضرتك ليه؟ قول لي. أولاً بدءا في بدء، ايوه، لما الدولة تديك جائزة تقديرية اي بتقدر مشوارك الفني كله طبعا، وانا مشواري الفني الحقيقة انا احط على قمته فرقة المصريين مش حاجة تانية. ها، صحيح، محمد منير كينج وعمرو دياب الهضبة، لكن لم يتم اكتشاف فرقة المصريين على نحو كويس لغاية النهاردة، لأنها قامت بدور هايل في الأغنية الاجتماعية اللي ما سبقهاش حد في الموضوع ده. اوكي. اتنين، أنا من منبرك ده بقى ومن ضمن التهنئة أهنئ الأستاذ عمر خيرت اللي خلى الناس تسمع مزيكا حلوة بغض النظر هي من فيلم إيه. ده طبعا صديقي العزيز، واحنا كنا ثلاثة أنا وهو عمر خوشي الله يرحمه، فربنا يديله بقى الصحة. لكن أنا عايز أقول لحضرتك على موضوع إن الدولة لما تقول الدولة يعني شعب وأرض وحكام وحكومة وبتاع وكل حاجة، بتقول لك إحنا مقدرين اللي أنت عملته ده، مفيش بعد كده. نمرة اتنين، ودي هتبقى آخر كلمة بس هقولها دلوقتي وانتوا حطوها في الآخر. ماشي. هاني شنودة اتكرم في حتت كتيرة في دول كتيرة، لكنه اوعوا تنسوا إن هاني شنودة صنع في مصر. الله الله الله، ما أنا بحبك عشان أنت بتقدر الفنون. لا ده أنا طول إنه هاني شنودة يقول لي أنا بحبك، والله العظيم ما طولش. لا، طول ونص. يا رب يخليك،
يا رب يخليك يا رب يخليك. فاكر يا استاذ هاني لما قلت لي على فكره انت ودنك موسيقيه، ولو حبيت هعلمك تغني وتلعب موسيقى. والله انا عمري ما ظنيت بمعلوماتي على حد. انا عارف كتير قوي طلعوا من تحت ايدي وبقوا جهابزه. أيوه. مش عايزين يقولوا بلاش. يعني طعم، يعني طعم جايزة الدولة التقديرية وتكريم مصر حاجة تانية غير أي جايزة في الدنيا؟ أيوة طبعا، لأن أنت في وسط أهلك، أهلك اللي بيكرموك، أهلك اللي أنت قعدت تعمل لهم حاجات كلها وفاكر إنهم مش واخدين بالهم، لا ده مقدرين واخدين بالهم ومقدرين يا معلم. أنا كنت بقول بالمناسبة، والمناسبة أنا عايز أصحح حاجة بس عشان أنا كنت والله عارف اللي هو زلات يا سيف، بقول حب في الزنزانة، حب في الزنزانة مش الأستاذ هاني شنودة، ده عمار الشريعة رحمة الله عليه، المشبوه هو الأستاذ هاني شنودة. فأنا كنت بعلق حتى على المزيكا بتاعت هاني شنودة، فبقول هو خلى المزيكا تتكلم وترد. يعني دايما كنت أقعد أتفرج وأنت بتشرح المزيكا، وحضرتك بتشرح المزيكا فتقول بص بقى هنا قالت إيه؟ ترارارارارا، تروح رد عليها ترارارارارارا كده. الطريقة دي في التفكير وفي صياغة المزيكا وتأليفها، أنا في رأيي وأنا قلت الكلام ده لسه من شوية على الهواء، محدش بيعمل كده، أو بالأدق أول حد يشتغل كده على الأقل في مصر هو الموسيقار هاني شنودة. ما أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا درست حاجة اسمها لغة الموسيقى. حلو. من فرنساوي لونج دو ميزيك. ايه دي بقى؟ ايه؟ انت بتقول حاجه ستيتمنت بتدلي برايك، مش عايز حاجه زي عبد الوهاب لما بيقول مثلا انا لك اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي، هو مش لا عايز حد يقطعه ولا هو بيقول اللي عايز يقوله. لكن لما يجي يعمل لك بقى حاجه فيها ديالوج هايل زي تي لا 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 لا، ده سؤال تي لا لا لا، الإجابة بتاعته طب تي لا 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 تي لا لا لا، طب سؤالين هم تاني لا 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 وتاني لا 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 لا، لا بقى تا لا لا دي لا دي لا لا، شوف الجمال دي أنا لك على طول. آه فلو كنتش أنت تقدر تفسر بوجدانك فين السؤال وفين الجواب وفين الستيتمنت وفين الانفيرتد تو كوماز وفين المبني المجهول ومبني المعلوم وفين بانكتويشن اللي هو التفقيط. ايوه اللي هو فاصله ونقطه وفاهمة، يبقى انت موهوب وماسك عود وخلاص. صح. انما المفروض ان العلوم الموسيقيه دي تدرس وتدرس بكثافه وفي في السن الصغير. مظبوط 100%. انا عايز نلتقي ارجوك واسمح لي انك تديلي من وقتك حبتين تنورنا في الاستوديو حقيقي بجد، يعني ساعتها هتجي لنا عشان نشكرك ونقول لك بجد متشكرين قوي 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 على كل اللي قدمته للفنون وللموسيقى وللغنى في مصر. وقت ما تلاقي وقتك يسمح هتلاقي العربيه تحت البيت ونقول لك يلا بينا. طب بس خلي بالك ده كل ده فاست تنس. باست تنس ده زمان. ليه؟ ليه؟ فعل ماضي؟ لأن بعد الجايزة. أيوة. أنا الذي أشكر مش أنتوا تشكروني. لا ده احنا نشكر ونص. نشكر جدا. لا بعد الجايزة أنا نشكرك أشكر. جدا بجد والله. ده الكرنت والبريزنت والفيوتشر هيبقى أنه طول الوقت لازم نشكر مبدع مهم وكبير اسمه هاني شنودة، لأنه هو مش بس عمل موسيقى زمان، لأنه أثر في مسار الموسيقى في مصر، وهتفضل هذه التأثيرات وهذه المدرسة مستمرة طول الوقت. أنا بشكرك مرة وعشرة وعشرين وألف كل الشكر للموسيقار الكبير هاني شنودة، جائزة الدولة التقديرية في الفنون. خدتوا بالكم قال إيه؟ هاني شنودة نصا، أنا اتكرمت في حتت كتير جدا في الدنيا، لكن لا تنسوا هاني شنودة صنع في مصر. الله.